لكن الآن سنأخذ سكايب عمار سلمو من داخل حلب. عمار هو مسؤول وحدة الدفاع المدني في حلب. أهلا وسهلا فيك عمار. عمار معنا عبر السكايب. السلام عليكم. وعليكم أهلا السلام ورحمة الله. نعم. طمنا عنكم ميران وعن إخواننا في حلب. السلام عليكم. بداية يعني عشرات الطائرات التي كانت تقصف 20 حي اليوم تقصف فقط نعم. 4 أو 5 أحياء في مدينة حلب، تتناوب على قصف 4 أو 5 أحياء. تشاركها المدافع الميدانية والدبابات، تقتحم الميليشيات الأحياء، الناس يهربون، يبقى الجرحى، يبقى الشهداء في الشوارع، لا أحد يستطيع يعني أن ينتشلهم، أن يساعدهم. يعني كل هي أشبه بيوم قيامة حقيقية، كل إنسان يفر بحياته خوفا على حياته من انتهاكات الميليشيات الأسد والميليشيات الموالية. يعني يوم لحظات بشعة في تاريخ البشرية جمعاء، يعني يذكرنا بدخول التتار بدخول المغول إلى بغداد، تذكرنا بحماة، مجزرة حماة في الثمانينيات. ولكن ما يعني المختلف هنا اننا نرى الشهداء، نرى المجازر على الهواء مباشره، يعني شيء يدعو الى السخريه حقيقه. ان العالم كله، البشر كلهم، عرب، مسلمون، يعني غربيون، شرقيون، كلهم يرون ما يحدث في مدينه حلب من مجازر، من قصف، من قتل، ولا يعني ولا يحركون ساكنا. نسمع عن ان الجميع مكتف، روسيا اصبحت يعني متغوله. يعني نتمنى من الله ان نموت ولا نشاهد ما شاهدناه في مدينه عربيه اخرى، ان نشاهد تلك الميليشيات تقتحم مدينه عربيه اخرى. فعلا الدفاع المدني البارحه لم نعطي اي احصائيه، لاننا عاجزون عن تقديم اي احصائيه لأعداد الشهداء في الشوارع، لأعداد الشهداء تحت الأنقاض، للجرحى. اليوم كم الجريح في مدينة حلب دفنه، يعني تخيل، يعني أم تدعي لابنتها المصابة بأن تموت ترتاح. هذا ما يحدث في مدينة حلب وسط الجوع والبرد. يعني الناس كبار السن يموتون من البرد، الصغار يموتون من البرد. أخي عمار، يعني ما الذي اختلف في حلب في الليلة الماضية تحديدا، إلى أي مرحلة وصلت المعركة الموجودة في حلب اليوم؟ يعني كما ذكرت لك، يعني الطائرات والميليشيات تركز على حي واحد، آلاف القذائف تسقط على حي واحد، يأخذون الحي بشكل طبيعي. يعني هذه معادلة بسيطة، تقصف الحي بآلاف القذائف بصواريخ محرمة دوليا بكلور وتأخذ الحي، الناس فقط يهربون. يعني بعض الناس قرروا أن يستسلموا لقاتلهم. تخيل أن عائلة فقدت 2 أو 3 من أبنائها بالبراميل، قررت أن تستسلم وتذهب إلى الميليشيات. يعني لا حل، أصبحت الطرق مسدودة. يعني لا أدري ما الذي يعني سنراه في الأيام القادمة. يعني نحن نخشى من الاعتقال، نخشى من القتل لفرقنا. يعني ما فعله النظام في حي غلب، قام بقتل رجل صاحب فرن لأنه كان يخبز على ادعائهم للمسلحين. هذه تهمة. طبيب يقتل لأنه كان يعالج المدنيين. كل إنسان كان يساعد، كان يعمل في هذه المناطق، عليه عقوبة كبيرة. يعني النظام منذ البداية، منذ 2011 عندما حرق المستشفيات، عندما دمر كل شيء، هو يريد أن يرى الجثث في الشوارع، هو يريد أن يرى المصابين، هو يريد زرع الإحباط في نفوس الناس لأخذ المناطق حتى لو كانت حجار. اليوم لا يهمه العدد المدنيون، هو لديه ميليشيات الموالية له. يعني ولا نشاهد أي تصرف حتى على مستوى الدول العربية. كنا نريد أن نشاهد عربي واحد يصرخ، يعني صرخه واحده. يعني لا نريد ان نرى اي دعم الا صرخه واحده. لم نشاهد، لم مبالاه، لا يعني شيء فعلا غير طبيعي يحدث لنا ضمن صمت حتى من اخوتنا العرب والمسلمون. يعني نحن لدينا عتب كبير عليهم. يعني مزره، اباده، حريق، اعدامات ميدانيه في الشوارع. عمار تتحدث وانت من قلب الحدث من داخل حلب، يعني شيء للاسف جدا جدا يعني يدعو للقهر، يدعو للغصة العربية الكبيرة. أنت تقول أن هناك العديد من الصرخات، العديد من النداءات داخل حلب، لكن لا حياة لمن تنادي في هذا المجتمع. حدثنا عمار عن، وحضرتك المسؤول عن هيئة الدفاع المدني في حلب، ما هي الأدوات التي تمتلكونها حاليا لإسعاف الجرحى؟ في حقيقة الحال اليوم نحن لا نمتلك أي أدوات. يعني حتى فرقنا عاجزة، يعني المصاب تحت الأنقاض
يموت تحت الانقاض وهو يصرخ للنجده، يعني لا نستطيع تقديم اي شيء. يعني اليوم فرقنا متوقفه، شبه متوقفه، لم يبقى لدينا بعد 110 ايام من الحصار، تخيل 110 ايام من الحصار، كنا نعمل في 24 حي تقريبا، اليوم لا نمتلك معدات، لا نمتلك اليات، نحاول يعني بمهارات فرديه بروح فرديه ان نساعد، ولكن ما الفائده؟ حتى الجريح اذا تم اخراجه من تحت الانقاض الى اين سيذهب هذا الجريح؟ يعني هنا مكان المسألة الوحيد الذي كان يقدم في مستوى القصر قصف بالكلور مرتين، وبعد ذلك قامت نظام بقتل من المتواجدين في ذلك المشفى، مشفى الحياة. يعني لا تستطيعين تقديم أي شيء في هذه المدينة المنكوبة. عمار، يعني قناة دار الإيمان أطلقت شعار لهذه التغطية أن حلب عزيمة لن تلين، أخبرنا عن عزيمتكم، كيف عزيمتكم أنتم في الدفاع المدني وعزيمة الأهل في حلب؟ طبعا كما ذكرت لك هناك بعض الأناس الذين يعني استسلموا لقاتلهم، يعني لسداد الأفق لديهم، وهناك الكثير من الناس هم في عزيمة عالية، لا يهمهم ما يحدث، هم سيقومون للنهاية. يعني نحن اليوم نعاني من قوة احتلال إيرانية روسية، احتلال أفغان حتى، يعني اليوم نحن هذه بلدنا وهذه أرضنا، حتى لو بقيت كوننا الركام سنبقى فيها إلى النهاية. يعني لم تنتهي حرب، المنتصر دائما ليس على حق، يعني حتى لو انتصر فهو ليس على حق، يعني ليست النهاية إن شاء الله. يعني ما زال في حلب هذا النفس الذي تحدث به أخ عمار، يعني نفس التوكل واليقين بنصر الله عز وجل، نفس الرجال والنساء الأبطال فعليا، اللي هم يعني نستمد نحن منهم القوة في حربهم داخل حلب. عمار، ما هي رسالتك للعالم؟ ماذا تقول لهم؟ يعني نحن يعني هذه اللحظات البشعة في تاريخ البشرية، هذا يعني هذا الدخول في حقبة البربرية وحقبة الهمجية التي نراها ضمن صمت يعني كل المجتمع الدولي، يعني تخيلي الأمم المتحدة تقول أنا عاجزة، يعني رأينا عجز الأمم المتحدة، الحمد لله أخيرا، يعني كنا نظن أن هناك أمم متحدة، أن هناك حقوق إنسان، البارحة كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عشرات الأشخاص كانوا ينزفون حتى الموت، عشرات الأشخاص كانوا يموتون من البرد، هذا في يوم حقوق الإنسان، رأينا حقوق إنسانهم، رأينا يعني شاهدنا كذبهم ودجلهم بشكل مباشر، هذا يعني قبل أن نموت الحمد لله رأينا دجلهم وكذبهم على يعني بشكل مباشر. نحن نتمنى أن لا نرى تلك الميليشيات الإيرانية والشيعية والميليشيات العراقية والأفغانية واللبنانية أن تدخل مدينة عربية أخرى وتفظ بأهلها، إن شاء الله نتمنى أن لا نرى ذلك في أي مدينة عربية. هذه رسالتي لإخوتنا في الوطن العربي. كان الله في عونكم أستاذ عمار سلمو، المدير والمسؤول عن الدفاع المدني في مدينة حلب، حلب الشهباء، حلب صاحبة العزيمة التي لن تلين بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ عمار.